مرحبا جميعا في تطبيق الابريوري الجوريثمز في بايثون. طبعا مثل ما اتفقنا، الابريوري الجوريثمز من اسمها بريوري، استخدام البيانات المسبقة أو المعرفة المسبقة في بناء معرفة أو دراسة سلوك. بستخدمها كتير في الـ Recommendation System. هلأ رح نشوف أو نستعين مع بعضنا في الـ Dataset تاعتنا، أو نحاول من خلالها نبني أو ندرس سلوك المستخدمين لحتى نقدر نبني Recommendation System. أول شيء رح أحكيه اللي هو استوراد المكتبات، Import Pandas as BD، Import numby as mb، Import matplotlib lib dot byplot as blt. أهم ثلاث مكتبات اللي دائماً إحنا بنجهزهم أو بنستدعيهم لبناء أول موديل أو أي دائماً أي شغل إحنا بنبلش نجهزه. بعد تجهيزنا لهذا الموديل راح نستورد الداتا ست بتاعتنا. استيرادنا للداتا ست من خلال البي دي البانداز البي دي، فبقول له الداتا ست بتساوي البي دي أو دوت read CSV اللي هي اسم الداتا ست بتاعتي، كان market dash basket dash optimization optimization dot CSV. بعد هي كده برضو هاخد الهيدر تماما مثل ما عملت بآر، بتساوي نان، ما بدي هيدر يطلع فيها. تمام، لو جيت مثلا استعلمت على داتا ست دوت هيد تنين بدي بس. تمام، بلاحظ انه عرض لي ما يقارب 20 كولوم اللي هما 20 كولوم من 0 ل 19. ال 20 كولوم هذا فيهم خلينا ناخذ كمان شويه بيانات عشان نشوف النان اللي فيها 5. بلاحظ انه هو البيانات اللي فاضيه عرض لي اياهم انها نان فاضيه، يعني ما فيهاش. تمام، هلا الداتا ست بتعرض حوالي 7000 ل 500 كاستمر شو اشترى خلال اسبوع من 20 برودكت موجودين عندي. فبدنا نجهز الداتا هاي تاعتنا مشان نفوتها على البريوري، لكن لازم انا مشان ابنيها او عشان اجهزها لازم ابني لستة. تمام، لستة هاي هنستخدمها مشان نعمل ترانزاكشن. تمام، هلا اللي حيحصل كالتالي، اول شيء بدنا ننشئ لستة فاضيه. تمام، فينا نقول هون نرجع نصغرهم لاثنين عشان يكون في وسع او يكون في متاح اكثر. فبقول له ترانزاكشن اكشن بيساوي، خلينا نحط لستة فاضية. في اللستة الفاضية هاي بديك تشتغل نظام فور لوب. فور لوب مين؟ لل i in range، بتشتغل في الرينج تبع اي اللي هو من غاية صفر index لغاية لغاية 7501 اللي هما 7500 الكاستمر او البرودكتس الكاستمرز اللي حيشتروا خلال الأسبوع. تمام، بدك تاخد الترانزكشن اللي أنا جهزتها وتعمل لها مين؟ append dot append append dot append dot append لمين؟ للداتا set dot values اللي هي data set dot values. بدك تجيب لي القيم تاعت الداتا ست. تمام، تجيب لي القيم اللي هي حتمشي في i وفي g. تمام، مين g؟ هلا حنشوف. فبدي اياك تجيب لي الاي والجي. تمام، بعد كده فور كمان فور لوب على مين؟ على g. بعد ما انت تجيب الجي حتصير تاخذ الجي وتمشي على اللوب. n سوري
in range برضو في الرينج اللي على صعيد الكولون، تمام؟ هلقيت احنا اشتغلنا على الروز، بدنا نشتغل هلقيت على صعيد الكولون اللي هي من 0 ل 20 ل 19 برودكت. هلا الداتا سيت بدك تجيب لي اياها از سترينج، فانت بدك تعملها زي بسموها كاستنج عليها، تمام؟ زي كاستنج عليها بعد الداتا سيت لما تجيب لي هاي القيم، تمام. فاللي عملناه لقيت ان احنا بدنا نحول انه اول شيء بدنا ناخذ بالاعتبار انه الاي هي الروز والكولومز هي الجي زي ما اتفقنا، تمام. اللي بدنا نعمله هو عمليه ترانز اكشن، فالترانز اكشن بده يحصل على الكولوم وعلى على مين وعلى الروز. فبدنا اول شيء الفور لوب الأولى تمر على الروز تاخدهم، وتصير بعد ما تخلص الرول أو الرو تاخد الكولوم اللي بعديه وتمر على كل الروز تبعه، وهكذا لما تخلص العشرين كولوم. فبالتالي بتعمل ترانز اكشن لكل الروز ولكل الكولومز، تمام. في عنا invalid syntax، نشيل واحد. هاي قوس، سكرنا بالقوس هذا، القوس في قوس هنا، تمام. هلا نيجي نستعرض الترانز اكشن مثلا نشوف شو حصل معنا، تمام. بنلاحظ في الترانز اكشن كلياتها تم حجز لها مكان في الذاكره بعد ما هو عمل لها ترانز اكشن. لو قلنا مثلا، تمام، هيك هاي في اول ستيب من الستيبس الخاصه في الابريوري اللي احنا نجهز الداتا سيت او نعمل لها ترانز اكشن للداتا سيت. بالتالي ترانز اكشن هلقيتها تم، في الخطوه الجاي رح نبلش نبني الابريوري موديل نعمل عليه تريننج.